مش باكل انا قدامي خوخ ما اقدرش اقول له لا. عاشقه للخوخ يا جماعه. يا سلام كده لو قعدت بقى بالليل ماشي وقطعت فاكهه وقعدت اكلها. يعني بالنسبه لي الخوخ ده انا ممكن استغنى هو والمانجا ممكن استغنى بيهم عن اي حاجه تانية. بحبه جدا علشان كده بحب جدا اعمل منه وصفات كتيره. الخوخ طلع ماشي نعمل منه بقى وصفات صحيه. عايزه اقول لكم بطلع منه شويه كرامبل. وكرامبل يعني ايه؟ حاجه لا هي تارت ولا هي كيك، هي حاجه كده بصوا الفاكهه فيها اكتر اكتر واعلى. بعملها بالشوفان والدقيق والزبده. عايزه اقول لكم خطيره رهيبه. الخوخ تحتها بقى بيكون فيه صوص كده وتقطموها تقطموا كده القطعه تطلعها. وايه بقى لو ايه عاملين ايس كريم في البيت واحنا عملنا ايس كريم كتير في البيت، حطوا بقى بوله ايس كريم واتفرجوا على الحلاوه. لو مش عادي مش بتارجتوا ان انتوا تخسوا حطوا ايس كريم عادي جدا فانيليا بقى شوكولاته وعيشوا. ماشي انا بقى نقول المقادير بس انا جنبي برضو طبق الخوخ. يلا بينا كرامبل الخوخ هعمله ازاي. كوبايه ونص شوفان، خلاص كوبايه ونص شوفان عليها كوبايه دقيق، مكعبات زبده اللي هي 200 جرام زبده 200 جرام زبده. طيب عايزه كيلو خوخ شرايح، معلقه كبيره قرفه بودره، ومعلقتين كبار سكر بني، عصره ليمونه، معلقه 200 جرام زبده اللي هي بقول لكم عليها، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، وللتقديم ايس كريم فانيليا. تاني بصوا يا جماعه هنا في حاجتين بس متكررين يا ضياء معلش. مكعبات الزبده دي لا، ومعلقه كبيره قرفه، هي معلقه كبيره قرفه واحده ماشي. في هنا حاجتين بس متكررين نشين ماشي. عباره عن ايه؟ كوبايه ونص شوفان عليها كوبايه دقيق عليها 200 جرام زبده، كيلو خوخ شرايح، معلقه كبيره قرفه بودره، معلقتين كبار سكر بني، وعصره ليمونه، وكمان نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وللتقديم ايس كريم فانيليا. ما فيش اسهل ولا ابسط من كده. بصوا هعمل ايه، بصوا هعمل ايه. انا عندي هنا الخوخ مقطعه شرايح زي ما انتم شايفين كده تمام تمام. هعمل ايه بقى؟ هروح منزله عليه بعصير الليمون وبعدين القرفه. طب الوصفه دي يا فيفا ما عنديش خوخ، تنفع بايه؟ تنفع مثلا بفراوله تبقى حلوه جدا، تنفع كمان ب اسمه ايه نسيته كريز تبقى رهيبه، تنفع كمان بايه بموز بتبقى حلوه قوي قوي قوي، بتفاح، تنفع بكل ده. اقلب بقى. عملت ايه دلوقتي؟ حطيت سكر بني معلقتين بس، واخدين بالكم السكر فيها قليل جدا، وحطيت عصره ليمونه، والليمونه دي يا جماعه علشان هي بتنزل لي السكر واللي موجود في الفاكهه، وكمان القرفه. ويا حلاوه بقى لو مكان الخوخ تفاح زي ما قلت لكم، موز تبقى رهيبه. طيب هقلب ماشي، وانتوا عارفين اي حاجه رشه ملح بسيطه جدا 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 بس ليه اظهار للطعم. هعمل ايه؟ هروح منزله الفاكهه دي عندي في اهو هنا في القالب وموزعيها. يا ام شنوده ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبي وحشتيني. وانت يا حبيبتي وحشتيني. عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. ماني بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير يا قمر. حبيبتي ربنا يخليكي ليا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ يا حبيبتي والله عيونك الحلوه، عيونك الحلوه. انا ببقى مبسوطه ان انا بشوفكوا، فبجد انا بحس انا ببقى مبسوطه ببقى منطلقه لما بسمع صوتك. حبيبتي ربنا يخليكي بجد ما تحرمش منك ابدا ابدا ابدا. الله يخليك يا حبيبي. قولي لي عملتي قبل كده المندي في البيت؟ لا صدقيني ما عملتوش. لازم تجربي. بس يعني شفته بس صدقني ملوش حل جميل. لازم تجربيه ان شاء الله يا حبيبتي. صدقني جميل ويسلم ايدك يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. ربنا منك يا حبيبي. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش انا منك ابدا، وسلمي لي على كل حبايبك. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك حبيبتي. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب كده. ربنا يخليكي واشوفك في احسن حال ان شاء الله يا قمر.
نعم اشوفك كده في احسن حال. ربنا يخليكي يا حبيبتي، حقك عليا. انا بس برضو الصوت عندي في انا بس سامعاكي كويس، بس احيانا الصوت بيروح ويجي. ماشي يا حبيبي، ماشي قلبي، ماشي يا حبيبتي، نورتيني نورتيني مع الف سلامه. بصوا انا عملت ايه هنا، عملت الشوفان على الدقيق وحطيت عليهم الزبده وحطيت عليهم ايه رشه البيكنج باودر عندي هنا. بصوا بقى بعمل ايه في الزبده يا جماعه، ما بحطهاش سايحه، بحطها كده بلف بيها الحاجات الجافه عندي. هي دي طريقه الكرامبل اهو، بالشوفان والزبده مش كتيره. طيب انا عايزاكم توطوا الصوت سنه يا روان. الو، وطوا الصوت سنه عندي. الو يا روان، رجعي كلمينا تاني. بصوا بقى عندي هنا بقت عامله ازاي، واخر حاجه معلقه القرفه هي هي، انا حطيت حبه هنا واحط حبه هنا. بصوا عندي هنا انا لفيته بالزبده ازاي اهو، شايفين؟ المهم بقى انا سمعت ايه علاج ان احنا بننسى، وان احنا في حاجات مهمه جدا 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 بتقع مننا. اكتشفت ان احنا بنفكر دايما بطريقه غلط. ازاي يعني؟ انا مثلا دلوقتي بصوا انا هحط اللي انا عملته ده، بصوا عامل ازاي، مندي ازاي، ها هحطه فين؟ هحطه على الخوخ. خلاص. طيب انا بقى مخي بيعمل ايه يا جماعه؟ مخي انا عندي مثلا حاجات كتيره قوي لازم اعملها، مخي بيفكر فيها كلها في وقت واحد، كلها ما بيفصلش. انا عندي حاجه بس بكره والنهارده وبعده والاسبوع الجاي والسنه الجايه، عارفين؟ مخي يفضل هاري نفسه تفكير في كل ده، ما يرحمش نفسه. فلاقي نفسي خلاص هو انا مش قادره، مخي مش عارف يستوعب كل اللي انا عاملاه ده، فبيضطر ان هو في اكتر حاجات مهمه لازم يكون فاكرها غصب عنه، بيحصل له كده ايه لخبطه، فبينسى من كتر ما انا بفكر في حاجات كتير قوي ورا بعضها وجنب بعضها ومع بعضها. لقيت بقى يعني يعني دراسات كتير بتقول الناس اللي زي حالتي لازم يفكروا في الحاجه اللي هيعملوها النهارده اقصاها وبكره وبكره، لازم يرتبوا جدا افكارهم. هدخل ده الفرن واجي اكمل لكم، استنوا. ماشي، فكره ما بياخدش وقت خالص، على 180. لازم يرتبوا افكارهم ازاي؟ يعني انا مثلا النهارده عندي الشغل بتاعي، انا افكر بس في شغلي في اللحظه دي. عايزه اقول لكم ارتحت جدا جدا، انا اخلص المهمه اللي عليا دلوقتي وبعدين افكر في اللي بعدها، ما بقتش بعمل اللي انا كنت بعمله في نفسي ده. بقى هاري نفسي تفكيره في الاخر، انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها غير اللي انا بعمله دلوقتي، فانت ليه هلكه نفسك؟ واحده 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 حسيت ان انا بقيت اهدى، حسيت ان انا بقيت بنجز اكتر، حسيت ان انا بقيت نفسيتي اريح وبعرف ادي اكتر في الحاجه اللي انا بعملها دي وبس.